السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. تخفيف المشاكل التي كانت تواجه قسم النمومة والرضع في مستشفى كرن المرجعي. الإريتريون في غرب الولايات المتحدة يعقدون مؤتمرا. المبادرات الرامية إلى ضمان سلامة الأم والطفولة تؤتي ثمارها في إقليم الكاشبركا. بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين. النقد الدولي يتوقع نموا كبيرا للاقتصاد الروسي خلال العام 2024. الصين تعرب عن استعدادها للعمل مع آسيان لضمان السلام. إلى التفاصيل. يقدم قسم الأمومة والطفولة حديثي الولادة في مستشفى كرن المرجعي والذي بدأ عمله بالعام 2022 يقدم مساهمات كبيرة في التقليل من الأعراض الصحية التي كانت يواجهها القسم. وأشاد رئيس قسم الأطفال حديثي الولادة وطبيبي الأطفال بالمستشفى الدكتور تخليص أجاي بالقسم المجهز بالمعدات الحديثة لمساهمته في مراقبة الولادة والحمل ورعاية الرضع. وأشار إلى أنه تم إنشاء قسم حديثي الولادة الذي يتولى مراقبة الولادات المبكرة والنقص في الوزن بالتنسيق مع قسم الجراحة والولادة لتقديم المساعدة في الوقت المناسب وبشكل فوري والوقاية من الأمراض المعدية. وقال الدكتور تخلي أن الوصول المتأخر إلى المستشفى يسبب مشاكل في صحة الأمومة والطفولة، وحث الأمهات على الحضور في وقت مبكر والاستفادة من الخدمات التي يقدمها القسم بشكل أفضل. وقال رئيس قسم الولادة الممرض عبد الحميد حامد أن قسم الولادة وحديثي الولادة مجهز بالمعدات الحديثة والمرافق اللازمة فضلا عن الطاقة الشمسية وغيرها من المستلزمات، مما خلق ذلك ارتياحا لدى المستفيدين والمهنيين. وأشار جراح الدكتور عثمان علي إلى تقليل العقبات التي كانت تواجههم نتيجة الإعباء العمل وضيق المساحة بفضل أداء المتخصصين وواجباتهم أثناء الولادة والحمل. عقد الإريتريون المقيمون في غرب الولايات المتحدة في 13 من إبريل المؤتمر السنوي 13 للمنظمات الوطنية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا. ودعا القائم بأعمال السفارة الإريترية لدى الولايات المتحدة السيد برهاني قبره ودعا المنظمات الوطنية إلى تعزيز وحدتها ومواصلة جهودها في تحقيق البرامج الوطنية، وقال أنهم من الضروري تدريب الأجيال الجديدة ووراثة التاريخ. واستعرض المؤتمر أنشطة المنظمات الوطنية ووضع خطط العمل المستقبلية. كما تم الاتفاق على ضرورة فهم المواطنين الفرص التي تتيحها المرحلة التي ولجنا إليها وتعزيز صفوفهم والاستثمار في الموارد البشرية وجعل تنشئة الشباب بالقيم الاجتماعية إحدى أولوياتهم والدفع بعقد ندوات تركز على رفع مستوى الوعي. وأفادت المعلومات الواردة بعقد مؤتمرات مماثلة في مناطق أخرى. أسفرت المبادرات المتخذة من خلال إنشاء لجان على مستوى المديريات لضمان سلامة الأمومة والأطفال في الكاشبركا على النتائج إيجابية. وأوضح ذلك في الاجتماعات التقييمية المنظمة خلال 13 و 14 من إبريل في تسني وبرنتو للجهات النشطة في ضمان سلامة الأمومة والطفولة في مديريات قلوج وهيكوتا وفورتوساوا وغونيا وعلي القاش وتسني وبرنتو وشامبوكو وملقي ومغولو. وحث المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد فرانكو كوبابا إدارات المديريات على العمل بالتعاون مع المهنيين الصحيين والجهات المعنية المؤثرة حتى لا يترك ضمان سلامة الأمومة والطفولة لجهات معينة لوحدها. وبهذه المناسبة تم استعراض نتائج السيمينارات التنويرية التي عقدت في تسني وفرنتو وغردات وكركبات بالعام 2023 بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وخاصة الأمهات. وقال رئيس وحدة صحة الأسرة والمجتمع سيد محمد سعيد نور الدين إن معدل وفيات الأمهات انخفض بنسبة 40% بحلول العام 2023، وذلك بفضل الجهود المتضافرة للحد من وفيات الأمهات
والأطفال. وأشار إلى ارتفاع عدد غرف انتظار الولادة الذي كان منحصرا في العام 2022 في 40 غرفة فقط إلى 69 غرفة، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد النساء الحوامل لا يلدن في المرافق الصحية، داعيا إلى الحفاظ على المكتسبات وحزو المبادرات النموذجية. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القشبركة سعادة السفير محمود علي جابر أن الجبهة ستعمل لضمان سلامة الأم والطفولة كحجر الزاوية في المجتمع الصحي من أجل تضافر جهودها مع مختلف الجهات والشركاء. حصل في 17 من ابريل 34 طالبا، من بينهم 19 طالبة حصلوا على درجات عالية في امتحانات الوطنية للصف الثامن 2022-2023 على جائزة عند موسو في مديرية عد قيح. وفي حديثه خلال الحدث قال رئيس الشباب في المديرية الشاب إبراهيم بارولي أن البرنامج تم تنظيمه بالتعاون مع مكتب التعليم، مشيرا إلى أن هدفه هو خلق الدافع لتحقيق نتائج أفضل. وقال رئيس التعليم في مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ مبرات تصفوم إن عدد الطلاب الحاصلين على الجوائز يتزايد عام بعد عام، ودعا إلى مزيد من التكامل بين الجهات في الجهود الرامية لتحسين الكفاءة. وقال السيد كيروس قبر مريم المدير التنفيذي للمديرية أن إدارة المديرية ستوفر الدعم اللازم للشباب بشكل عام والطلاب بشكل خاص. وفي الوقت نفسه أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية رناب تخريج 16 طالبا في مجال التصوير السينمائي. عقد أعضاء الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية حمل مالو بإقليم عنسبة ومنطقة فلكت بمديرية أفعبت إقليم شمال البحر الأحمر اجتماعا في أفعبت ركز على توريث القيم وتبادل الخبرات. وتم الاتفاق خلال اللقاء على العمل معا على تنظيم جولات للمواقع التاريخية التي شهدت نضالات مريرة ودفع فيها ثمنا باهظا لنيل الحرية وحماية السيادة والأنشطة الرياضية والثقافية. وقال السيد إدريس آدم أن الجهود الرامية لتزويد الشباب بالتعليم والمهارات المهنية تظهر نتائجها على أرض الواقع، وذكر أنه ينبغي الدفع ببرامج مماثلة لتعزيزها بالقيم، ولن ينجح ذلك بدون دعم جميع الشركاء. وحث المدير التنفيذي لمديرية أفعبد السيد قسقسي مزقبي على ضمان استمرارية النسخة الثالثة من البرنامج، وذكر باتخاذ مبادرات مماثلة في مجالات أخرى. وبهذه المناسبة أقيمت مباراة ودية في كرة القدم وتم تبادل الهدايا تعبيرا عن الصداقة. قال سكان إدارة ضاحية بادوب بمديرية حقات أنهم يقومون باستعدادات مكثفة لموسم الأمطار القادم بالعمل في أراضيهم الزراعية منذ شهر يناير الماضي. وذكروا أن البرنامج شمل بشكل أساسي بناء مدرجات وحواجز مائية ومعالجة مساقط المياه. وقال مدير إدارة الضاحية السيد عبد السلام محمد إبراهيم أن البرنامج ينفذ بمشاركة 300 مواطن يوميا. تقع منطقة بادوب على بعد 11 كيلومتر شمال غرب مدينة حقات، ويغطونها حوالي 25 ألف نسمة، ويوجد بها مشروعان لإمداد المياه بالطاقة الشمسية ومدرسة ابتدائية وثانوية وخدمات اجتماعية أخرى. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. طالبت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو من 3 دبلوماسيين فرنسيين من بينهم مستشاران سياسيان في السفارة الفرنسية في أوغادوغو مقادرة البلاد بعد أن أعلنتهم أشخاصا غير مرغوب فيهم بسبب ما سمته نشاطات تخريبية. وكتبت الوزارة في مذكرة موجهة إلى السفارة الفرنسية أن هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة صنفوا أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضي بوركينا فاسو بسبب قيامهم بأنشطات تخريبية، ويطلب منه المغادرة خلال 48 ساعة وفق ما وردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي الأول من ديسمبر غوض على 4 موظفين حكوميين فرنسيين. قالت السلطات أنهم عملاء استخبارات ويخضعون للإقامة الجبرية وفق مصدر أمني في بوركينا فاسو، في حين قال مصدر دبلوماسي فرنسي في أوغادوغو أنهم تقنيو صيانة حاسوب وتم توجيه الاتهام إليهم ثم سجنهم. كما قررت بوركينا فاسو منتصف سبتمبر الماضي طرد الملحق العسكري في سفارة فرنسا بتهمة ممارسة أنشطة تخريبية وأمهلته أسبوعين للمغادرة. في توقعات مغايرة للأجواء العامة السياسية والاقتصادية، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الروسي خلال العام 2024 نموا أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا للتوقعات التي جاءت في تقرير المؤسسة المالية العالمية، ستنمو روسيا بنسبة 3.2% هذا العام، أي أكثر بكثير من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، في ظل حفاظ صادراتها النفطية على استقرارها والمحافظة على إنفاق حكومي مرتفع مما ساهم في النمو. وتحدث تقرير عن مرونة ملحوظة أبرزها الاقتصاد العالمي مؤخرا، وذكر أنه على الرغم من العديد من التوقعات القاتمة، تجنب العالم الركود وأثبت النظام المصرفي مرونته إلى حد كبير، ولم تعاني اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى من توقف مفاجئ. وعلى الرغم من العقوبات غير المسبوقة تاريخيا في على موسكو، قام صندوق النقد الدولي تحديث توقعاته لشهر يناير هذا العام للاقتصاد الروسي، وقال أنه على الرغم من أن النمو سيكون أقل في العام 2025، إلا أنه سيظل أعلى مما كان متوقعا سابقا عند 1.8%. أعربت الصين عن استعدادها للعمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تحقيق الاستقرار في بحر الصين الجنوبي، في وقت تصاعدت التوترات حيال حرية الملاحة البحرية في هذه المنطقة. وأكد وانغ يو وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحفي مع نظيرته الأندونيسية بمناسبة زيارته جاكرتا استعداد بلاده لمواصلة العمل مع الدول الأخرى في رابطة آسيان من أجل التنفيذ الكامل والفعل للإعلان المتعلق بسلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي. كما أبدى استعداد سلطات بكين للتعجيل بالتفاوض بشأن مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي لتحويله إلى بحر ينعم بالسلام والتعاون، داعيا الولايات المتحدة للتوقف عن السعي لتحقيق التفوق والاستماع بعناية الأصوات المجتمع الدولي. وتطالب دول أخرى من بينها الفلبين بالسيادة على أجزاء من البحر، حيث تسير الولايات المتحدة دوريات منتظمة في وقت تعمل واشنطن على تعزيز تعاونها الدفاعي مع حلفائها الإقليميين بالمنطقة. أغلق مطار ماناردو وهو الأقرب إلى بركان ثائر بشكل متكرر في الأيام الأخيرة في شمال أندونيسيا بسبب تطاير رماد بركاني وفق ما أعلنت وزارة النقل الأندونيسية. وثار بركان روانغ نفاسي سحابة من الرماد بلغ ارتفاعها أكثر من كيلومتر، وبناء عليه رفع مستوى الإنذار بشأن البركان الذي ارتفع قيمته 725 مترا من المستوى الثالث إلى الرابع، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد، فيما حذرت السلطات من حدوث تسونامي نتيجة تساقط الحطام في البحر. ويسير المطار رحلات داخلية وخارجية أيضا إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين. كذلك بدأت أجهزة الطوارئ عمليات إجلاء آلاف الأشخاص المهددين بثوران البركان، فيما طلب عدد من السكان عدم الاقتراب أكثر من 6 كيلومترات منه. تذكير بالعناوين مرة أخرى: تخفيف المشاكل التي كانت تواجه قسم الأمومة والرضع في مستشفى كران المرجعي. الإرتريون في غرب الولايات المتحدة يعقدون مؤتمرا للمنظمات الوطنية. المبادرات الرامية لضمان سلامة الأمومة والطفولة تؤتي ثمارها في الجاش باركا. بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين.
النقد الدولي يتوقع نمو كبير للاقتصاد الروسي خلال العام 2024. الصين تعرب عن استعدادها للعمل مع آسيان لضمان السلام. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.